بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أستاذ غاني، محييكم وأتمنى تكونون بصحة وخير وسلامة. نكمل محاضراتنا حول الأي سي سيركتس. اليوم راح ناخذ الكومبلكس نمبر. الكومبلكس نمبر الحقيقة هي فد فورم أو شكل من أشكال إيجاد القيمة اللحظية للفولتية أو التيار بالأي سي سيركتس، لأن يعني تعرف أنه الفولتية والتيار بالأي سي سيركتس يكون شنو هو متغير القيمة والاتجاه. فراح نعرف إيش قد القيمة اللحظية وإيش قد الزاوية بمساعدة شنو هو الكومبلكس نمبر. الحقيقة هنا تشوف هناك عدة طرق. There are two form، اللي اغلب شيء طبعا هي there are two form used to represent a complex number C. complex number C اللي هو شنو هو، احنا هسه راح نشرحها، ال rectangular form والpolar form. rectangular مربع يعني، والpolar form هو اللي راح هسه عندكم يذكر لنا القيمه الماكسيموم والزاويه، هذا البولار فورم. اذا اكو فورمين او شكلين، ريكتانجولار فورم اللي هو سي يساوي لنا اي زائد جي بي، وبولار فورم يساوي لنا زي زاويه ثيتا. راح نشوف شنو هو ريكتانجولار وشنو هو البولار. اذا نروح على ريكتانجولار. ريكتانجولار حقيقه احنا قلنا الفيزر يمشي بهذا الاتجاه، الطور يمشي بهذا الاتجاه، قلنا هالشكل بهذا الاتجاه. وقلنا حتى نمثل القيمة اللحظية نشوف انه ناخذ هنا سي يساوي لنا اي زائدا شنو هو اي زائدا جي بي. ليش راح ناخذ قيمة ريال اكسس؟ هذا محور الحقيقي هو اي، هذا ريال اكسس اللي نمثل بيه المقاومة، ريال اكسس ريسستانس المقاومة، ريال اكسس المقاومة ار هنا. وهنا ايماجينري او الخيالي يسمونه ايماجينري اكسس. ليش خيالي؟ لان مو لانه هنا راح نشوف جي، نقول عليه جي هنا، وهنا جي في جي، وهنا جي في جي في جي، وهنا جي في جي في جي في جي، يعني بالربع الاول جي، يعني بزاويه 90 درجه جي. من نمشي زاويه 180 درجه راح نقول شنو هو، لان 90 و90 180 في جي في جي، ونمشي 90 اخرى 270 يعني جي في جي في جي، ونمشي هنا نكمل ال 90 360 درجة صار عندنا، صار عندنا جي في جي في جي في جي. ولهذا هنا قيمة الجي هي طبعا بزاوية 90 درجة، قيمة الجي هي جذر أس ناقص واحد، جذر ناقص واحد، العفو جذر ناقص واحد يعني ناقص واحد أس نصف أو جذر الناقص واحد. إذا الجي هي جذر ناقص واحد سالب واحد، قد ما تكون هنا هذا الإيماجيني. هنا شنو نمثل بهذا؟ نمثل الرادة الحثية، هسه راح نشوف شلون، وبهذا الاتجاه نمثل الرادة السعوية. ليش؟ لأنه ذني مو مقاومات حقيقية وإنما تمثل المقاومة، يعني في شيء خيالي، بينما هنا الآر راح نمثلها هنا. ليش؟ لأن مقاومة حقيقية. طيب شلون نعرف احنا هذا الجي هنا؟ ليش مشينا 90 درجة صار عندنا جي، مشينا 180 صار جي في جي. إذا أول ما نصل 90 درجة راح يكون جي وتساوي لنا شنو هو؟ جذر ناقص واحد. جي في جي الحقيقة الجذر في الجذر يروح، يبقى لنا ناقص واحد. زين احنا عندنا جي في جي في جي، يعني هذا هنا جي، هنا جي في جي، هنا واحد، وهنا جي، وهنا ناقص واحد. شوف هنا رسمنا ناقص واحد، هنا ناقص واحد. زين طيب من جينا هنا صار عندنا ثلاث جيات، يعني جي في جي في جي، جي في جي قلنا ناقص جذر ناقص واحد، في جذر ناقص واحد يعني جي في جي يطلع لنا ناقص واحد. زين في هذه الجي راح يساوي لنا ناقص جي، اذا هنا تشوف كتبنا ناقص جي. بعدين نجي هنا نشوف الناقص جي هاي، شوف هنا شوف تنضرب في شنو، في جي اخرى، يعني الناقص خليها بصفحه، جي في جي هنا جذر يصير ناقص واحد، وأنا عندي ناقص، إذا هنا راح تساوي واحد. إذا هنا عندي واحد، هنا عندي جي، هنا جي في جي أو ناقص واحد، وهنا جي في جي في جي أو جي أس ثلاثة، إيش راح يساوي لي؟
راح يساوي لي ناقص جي، وهنا يساوي لي واحد. إذا افتهمناها هذا في الريكتانجولار فورم. شنو الريكتانجولار فورم؟ الشكل الرباعي الريكتانجولار المربع، سي يساوي لنا اي، السي هذا يساوي لنا اي، شوف القيمة معينة ايش راح تساوي لنا؟ راح تساوي لنا اي، اي هذا اي الريال، زائدا جي في بي، هذا عندنا دبيب، هذا شو اسمه بس نضيف له شنو هو؟ مضروبة بجي، مضروبة بجي، إذا جي بي، شوف اي وجي بي، ليش جي بي؟ لأن هذا البي هي الحقيقة هنا، تشوف هاي اللي منها إلى هنا، إذا جي بي، اي في جي بي، هي هذه، عفوا اي زائد جي بي، اي زائد شنو هو جي بي؟ هذا الريكتانجولار فورم، زين هي نفس القيمة تطلع إذا سويناه بالبولار فورم. بالبولار فورم السي شو يساوي لنا القيمة المعينة للفكتر؟ تساوي لنا زد، هاي زد تشوفها، إما مثل ما قلنا اي وزائد جي بي حتطلع لنا القيمة اللحظية، أو نقول زد مثل بزد اللي هي ماكسيموم الاي ماكسيموم أو الفي ماكسيموم، هنا ماكسيموم القيمة هذه اللي طبعا هي تتحرك منا، تتحرك بهذا الاتجاه، شلون عقرب الساعة؟ بالضبط الزد هو عقرب الساعة، بس بالاتجاه عقرب ساعة ثابت من جهة ويتحرك من الجهة الثانية. إذا زد ويا الزاوية هاي ثيتا. أيضا نقدر مثل بدل ما نقول سي تساوي لنا أي زائد جي بي نقول سي تساوي لنا زد ثيتا، وراح نشوف. طيب شلون نقدر نحول بيناتهم كونفرشن بتوين فورمز؟ أنا مرات تجيني ريكتانجولار فورم أريد أحولها إلى بولار فورم، أو تجيني بولار فورم احولها الى ريكتانجولار، راح نشوف شلون. اذا راح اول مره نشوف ريكتانجولار الى بولار، شلون احولها ريكتانجولار؟ هاي ريكتانجولار سي يساوي لنا اي زائد جي بي، احولها الى سي يساوي لنا زي زاويه ثيتا، اشوف انه زين. اف سي يساوي لنا اي جي بي، اذا السي يساوي لنا اي زائد جي بي، اذا زد تساوي لنا شنو زد؟ حتى اطلع زدي هذه انا اريد احول من اي زائد جي بي الى زد زاويه ثيتا، شلون طلع الزد؟ الزد اقول جذر اي زائد جذر اي تربيع زائد بي تربيع، تلاحظ زد يساوي ان جذر اي تربيع زائد بي تربيع. زين الثيتا شلون نطلعها؟ الثيتا معروفه، ليش انا قلت الزد هنا؟ شوف هاي الرسم قدامك، الزد شو يساوي لنا؟ الزد بحسب نظريه فيثاغورس المربع الوتر يساوي لنا مربع الضلعين الباقيين، اذا الزد شلون نطلعها؟ هذه تساوي للزد تساوي لي مربع الضلعين الباقيين اللي هو شنو؟ اي تربيع زائد شنو بي تربيع. وبما انه انا عندي هنا تربيع، هاي الزد تربيع، ازول الزد اخليها شنو تحت الجذر مثل ما شرحنا بالمحاضرات السابقه. والتان شلون اطلع التان؟ احنا عندنا تان الزاويه اللي هو ظل الزاويه يساوي للمقابل على المجاور اللي هو بي على اي، اذا ثيتا تساوي ان تان انفيرس بي على اي. اذا سي اقدر اطلعها، اقول زد زاويه ثيتا وتساوي ان الزد شنو هي؟ اعوضها ايه هنا؟ جذر اي تربيع زائد وهاي الزاويه ثيتا ارسم هالشكل، اكتب هذه تان انفيرس بي على اي، اوكي؟ اذا هذا التحويل من كونفرشن، تحويل من ريكتانجولار الى بولار. هسه بالعكس انا عندي بولار اريد احوله الى ريكتانجولار، ما منطيني بس زد ومنطيني الفا، اريد اطلع اي واطلع بي، شلون؟ انا عندي اريد اطلع اي لاي له علاقه بالكوساين، ليش؟ لان الكوساين الزاويه يساوي لي المجاور على الوتر، صح لو لا؟ زين شلون اطلع المجاور؟ اقول الكوساين في زد في الوتر، نعيدها، نقول الكوساين يساوي لنا المجاور على الوتر. اذا شلون اطلع المجاور؟ اقول شنو هو؟ شوف اي شلون اطلعها؟ انا عندي الكوساين يساوي لي اي على زد، اذا اي تساوي لنا زد في كوساين، والبي شلون اطلعها؟ الساين هي المقابل على الوتر، ساين الزاويه المقابل على الوتر، وانا عندي زد، عندي شو اقول؟ اقول بي تساوي لنا زد ساين ثيتا، واضح؟ اذا سي تساوي لنا اي زائد جي بي، الاي شنو هي؟ اجيب اعوضها زد كوساين ثيتا، والبي شنو هي؟ زد ساين ثيتا، طبعا انا طلعت الزد خارج قوس، والجي هي نفسها هذه الجي اللي موجوده الجي هنا. اذا زد كوساين ثيتا زائد جي ساين زد ساين ثيتا، بس طلعت الزد خارج قوس. اعتقد ان شاء الله هاي واضحه. نروح هسه نشوف الماثيماتيكال اوبريشنز وذ كومبلكس نمبر. شنو هي الماثيماتيكال اوبريشنز اللي هي الحقيقه الاديشن الجمع وسبتراكشن الطرح وملتيبليكيشن الضرب والديفيشن القسمه. راح نشوف اذا عندنا قيمتين او فيكتورين سي يساوي لنا يعني رقمين كومبلكس تو كومبلكس نمبرز اللي هي
سي 1 يساوي لنا اي 1 زائدا جي ب 1 وسي 2 يساوي لنا اي 2 زائدا جي ب 2. هذا اول واحد شو يساوي لي؟ هذا راح يساوي لي بالبولر، هذا طبعا بالفكتور بالبولر شو يساوي لي؟ زد 1 ثيتا 1، وهذا راح يساوي لي زد 2 ثيتا 2. راح اشوف اذا اجمعهم اثنينهم شو يصير عندي الادشن. السي يساوي لي راح يكون سي 1 زائد سي 2 وعوض. السي 1 شنو هو؟ السي 1 اجمع البولر الريال 1 والإيماجين الواحد بعدين أجعل البولار. إذن سي واحد زائد سي اثنين شو يساوي لي؟ يساوي لي شنو؟ يساوي لي أي واحد زائد أي اثنين. شوف جماعة الريال الحقيقي زائد الجيات أيضا أجمعهم سوى الإيماجينري. الجي تساوي بي واحد زائد بي اثنين. أعتقد هاي مفهوم. والثبت ركش نفسه بالضبط، بس خلي هنا إشارة ناقص. نجي على الضرب والملتبليكيشن. سي يساوي لي سي واحد في سي اثنين، أضرب هذا القيمة في هذه القيمة. إذا بالبولار فورم، بالبولار فورم هذا راح يكون زد واحد في زد اثنين، وأجمع ذني ثيتا واحد زائد ثيتا اثنين، أوكي؟ وإذا بالريكتانجولار، يعني بهذا الريكتانجولار، هذا طبعاً نقولنا قلنا بالبولار زد واحد في زد اثنين زائد الزاوية ثيتا واحد ثيتا اثنين، الزوايا أجمعهم، زين؟ بالريكتانجولار مجرد أضربهم قيمتين، أضربهم قوسين، أضربهم، شوف سي 1 في سي 2 أي واحد زائد جي بي واحد هي هذه. اضربها بشنو؟ هاي علامة الضرب في القوس الثاني اي 2 زائد جي بي 2 هاي. واجي اضرب اعتيادي قوس، اضرب هذه القيمة في ذن اثنين هن، وارجع اضرب هذه القيمة في ذن اثنين هن. شوف اذا اي في اي 2 هذه اي واحد في اي اثنين زائدا هذا شنو هو؟ شوف هاي القيمة اللي هي اي اثنين في شنو هو؟ جي بي واحد. اذا ضربت اول مرة هاي القيمة في هاي، وبعدين هاي القيمة في هاي، وتخلص منها. ارجع اضرب هاي القيمة في ذن اثنين هن. زائد جي، شوف جي اي واحد في بي 2 هذه، مو صحيح؟ زين اجي على هذا اني اضرب جي بي 1 في جي بي 2. انتبه عليها شلون صارت هذه، جي بي 1 جي بي 2، بي 1 في بي 2 منتهين منها، بي 1 في بي 2 طلعناها. طيب جي في جي ناقص 1 تطلع لي، لان هذه جذر اس ناقص 1 وجذر اس ناقص 1، الجذر في الجذر يروح، ايش يبقى عندي؟ يبقى عندي ناقص واحد. اذا انتظرنا في ناقص واحد، اجي اخلي هاي وهاي سوا، الريال سوا والماجنري سوا. اذا اي واحد اي اثنين خليهن سوا، شوف ناقص شنو هو؟ بي واحد بي اثنين زائدا جي بي واحد، عفوا بي واحد اي اثنين، اي هذه بي واحد اي اثنين زائدا شنو هو؟ اي واحد بي اثنين. واضح؟ هاي هنا وهاي هنا، طلع لي شوف ريال وماجنري نفس هذا اني طلع لي، بس فيكتور جديد، هذا ريال وهذا ايماجينري، هذا ريال وهذا هذا نفس الشيء، هذا ريال وهذا ايماجينري. واضح؟ الديفيجن التقسيم نفس الملتبليكيشن، بس نقسمهن. شو راح نقسم؟ راح نقول سي يساوي سي 1 على سي 2، هذا سي 1 على سي 2. بالبولار فورم، هذا البولار فورم، زد 1 على زد 2، والزوايا نطرحهن هنا، شنو نجمعهن؟ هنا الزوايا نطرحهن، ثيتا 1 ناقص ثيتا 2، ثيتا 1 ناقص ثيتا 2 انتهينا منها. بس بالريكتنجلر انتبه هنا نقطة مهمة لازم تنتبه عليها. السي يساوي سي 1 على سي 2. هذا القيمة يعني أي واحد زائد جي بي واحد على أي اثنين زائد جي بي اثنين. شلون أعالجها هذه؟ هذه لازم أضربها في قيمة معاكس قيمة المقام، يعني أضرب البسط والمقام. تعرفون إحنا إذا نضرب المعادلة في البسط والمقام، أي قيمة نضربها في البسط والمقام اثنين في نفس القيمة متأثر القيمة. إذا هاي أضربها في أي اثنين ناقص جي بي اثنين، هذه يسمونه كونجوجيت. كونجوجيت انتبه عليها، هاي مكتوبة conjugate of the، يعني conjugate of the i2 زائد جي بي 2 اللي هي المعاكس مالها، عكس الاشاره مالتها. فاجي تشوف هنا اي واحد، هذه اي واحد زائد جي بي 1 على اي 2 زائد جي بي 2، اضربها في شنو؟ في اي 2 تلاحظ ناقصا جي بي 2 على اي 2 ناقصا جي بي 2. هذه وهذه واحد قيمتها واحد فما تاثر. اذا اضرب البسط ويا هاي واضرب المقام فيها، هذه من القيمتين من ينضربن ببعضهم. شلون ضربنا هنا بالضبط؟ راح يطلع عندنا اي واحد زائد جي بي واحد في اي اثنين زائد جي بي اثنين على شنو؟ هاي القيمتين. شوف هذه طالما متعاكسات راح احصل على قيم اي 2 تربيع زائد بي 2 تربيع. ليش؟ لانه جي بي 2 في اي 2 زائد هاي زائد، ترجع اطرح من عندها شنو؟ ناقص جي بي 2 في اي 2 نفس الشيء، فتروح تساوي صفر. شو بقى لي؟ يبقى لي اي 2 في اي 2 تربيع، وهنا بي 2 في بي 2 تربيع، والناقص جي في جي تساوي لي شنو هو؟
تساوي لي زائد واحد. ليش؟ لأنه أنا عندي ناقص هنا، خليها بصفحة. الجي في جي هي ناقص واحد، لأن يعني جذر ناقص واحد في جذر ناقص واحد يطلع لي شنو؟ ناقص واحد، وأنا عندي ناقص يصير زائد، ولهذا صار عندي أي تو تربيع زائدا بي تو تربيع. وهذه هنا أضربها ضرب اعتيادي فتطلع لي القيمة. أضربها مثل هذا ضرب اعتيادي تطلع لي ريال، ويطلع لي شنو؟ إيماجينري. ناخذ إكزامبل مثال. إف سي، وهذا هنا مثال حقيقي. إذا عندي سي واحد تساوي ستة زائد جي ثمانية، وسي اثنين تساوي ثلاثة زائد جي أربعة. طبعا هنا شلون طلعت لي هذه؟ شو اسمه؟ أنا شو أقول؟ أقول الزد شلون أطلعها؟ جذر تحت الجذر ستة تربيع زائد ثمانية تربيع. ستة تربيع هي ستة وثلاثين زائد أربعة وستين اللي هي ثمانية تربيع، يساوي لي تحت الجذر مية، وتحت الجذر مية هي عشرة، صح لو لا؟ زين، شلون أطلع الزاوية؟ أنا المرة ما عندي، شلون أطلع الزاوية؟ هسه طلعت العشرة الزد، شلون أطلع الزاوية؟ الزاوية شو أقول؟ أقول الثيتا هذه شو تساوي لي؟ تان انفيرس بالحاسبة طبعا، تانوس ناقص واحد وتان انفيرس ثمانية على شنو؟ على ستة، ويطلع لي قد؟ 53.13. هاي الأخرى ثلاثة زائد جاي أربعة نفس الشيء، أطلع الزد مالته، شلون أطلع الزد مالته؟ تحت الجذر ثلاثة تربيع زائد أربعة تربيع، ثلاثة تربيع هي تسعة زائد أربعة تربيع 16، يطلع تحت الجذر 25 وهي خمسة، صحيح. زين، شلون أطلع الزاوية؟ الزاوية تساوي لي شنو؟ تان انفيرز، تان انفيرز 4 على 3، وتساوي لي قد؟ 53.13. تلاحظ شلون ابني؟ اذا طلعنا هنا هذين. هسه شو يقول لك؟ فايند جد الاديشن مالهن، ايش قد الجمع مالهن؟ راح اجمع هذا من هذا، قلنا نجمع الريال واحد والماجري واحد، اذا 6 زائد 3 تساوي لي 9 بالجمع. جي 8 زائد جي 4 يساوي لي جي 12. هسه سبتراكشن بس نقصهم، 6 ناقص 3 السبتراكشن طلع طبعا سي ناقص سي 2، 6 ناقص 3 راح تساوي لي 3. زين، جي 8 ناقص 4 راح يساوي لي شنو؟ جي 4. هاي جي 8 ناقص جي 4، شوف جي 8 ناقص 4 يساوي لي 3. اذا هذا الرقم طلع لي الجديد مال شنو؟ طرحهم اثنينهم الضرب مالتهم ملتبليكيشن، سي يساوي سي 1 في سي 2 من اجل 4 بالبولار فورم، هذا اللي هو اضرب 10 في 5 واجمع هذه زائدا هاي الزاويه مثل ما قلنا. اذا بالبولار فورم سي يساوي 10 في 5 واجمع اذا 50، والزاويه ايش قد؟ 126. ليش؟ لانه 53 و53 106 و13 و13.13 و13 يساوي 26، جمعناهم. بالريكتانجولار شلون؟ انا بالريكتانجولار راح اضربهم، اضرب هذا القيمه في هذا القيمه مثل ما ضربنا، يطلع لي، وانت جرب يعني اضربها حتى ما ناخذ بالوقت، تاخذ معنا وقت بالفيديو، يطلع لنا ناقص 14 زائد جي 48. تشيك سيم ريزلت. انتبه هنا، هاي القيمه تطلع لي نفس هاي القيمه. ليش؟ لان هاي القيمه هسه لو تيجي عليها شلون اطلع الاي؟ اني قلنا 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 زد في الاي تساوي لنا شنو؟ هو زد في كوساين الزاويه هذه، زد يعني 50 في كوساين 106 راح تطلع لي هذا القيمه، زائدا شنو هو؟ زد في ساين هذا الزاويه يطلع لي شنو؟ 48. المفروض يطلع لي 48. اعيد لك اياها، شلون تتاكد؟ تتاكد تقول 50، احنا قلنا زد في كوس الاي تساوي لنا زد في كوساين شنو هو؟ الزاويه هذه، وال البي اللي هي تعتبر هذه بي، ايش تنطينا؟ شو نقول؟ نقول زد في ساين الزاويه هذه. اذا حتى تتاكد انه هذه القيمه تساوي هذا القيمة، شو تقول؟ تقول 50، هسه تأكد انت تقول 50 زد، هاي تعتبر 50 الزد في كوساين 106.26، المفروض يطلع لك ناقص 14. وترجع تقول 50 طبعا زائدا جي، تقول 50 في ساين الزاوية هذه يطلع لك ايش قد؟ 48. المفروض يطلع نفس القيمة. زين، ديفيجن تقسيم مثل ما قلنا، نقسم 10 على 5 يساوي لنا 2، صح لو لا؟ 10 على 5، وقلنا نطرح الزوايا، هاي الزاوية من هاي الزاوية، نطرحن، فيطلع لي 2 زاوية صفر، ليش؟ لأنه هاي القيمة نفسها القيمة متساوية، ويساوي لي 2 زائد جي 0 2 أو 2 جي 0 مو مهم، هاي أقدر ما أكتبها جي 0، بس أكتب 2 مهمة. زين، هذا بالنسبة للبولار. بالريكتانجولار شو يكون عندي؟ يكون اقسم هذا الرقم دحق، اقسم هذا الرقم اللي موجود على هذا الرقم، يعني 6 زائد جي 8 على 3 زائد جي 4. وقلنا من نقسمهم؟ اني ايش اضرب؟ شوف ايش اضرب؟ اني مقسمه 6 زائد جي 8 هذه على ايش قد؟ على 3
زائد رأسا انا يعني سويت خطوه قبل، سويت بالكونجوجيت او المرادف ماله اللي هو معاكس 3 جي 4، وهاي يسوي 3 ناقص جي 4 نفس الشيء، اضربها في شنو؟ في 3 زائد جي 4. يعني هنا 3 زائد جي 4 زائد 3 زائد جي 4 مضروبه طبعا بين قوسين مضروبه في 3 ناقص جي اس 4 جي 4. فهنا شو يصير عندك؟ يصير عندك 3 تربيع زائد 4 تربيع، وهنا هاي القيمة تصير عندك 6 زائد جي 8 في 3 تطلع عندي هذا القيمة. هاي القيمة الحقيقة 3 في 6 18 ناقصا 3 في 8 اضرب الوسطين في الطرفين ناقص 3 في 8 يطلع عندي ناقصا جي 24. شوف ناقصا جي 24، وارجع ايش اقول؟ اقول الطرفين ايش عندي انا هنا؟ عندي جي 8 جي 8 في جي 4، 8 في 4 32، جي في جي جذر ناقص 1 وجذر ناقص 1 راح يطلع لي ناقص 1، والناقص راح يساوي لي زائدا 1. اذا زائدا 8 في 4 2 زائدا فقط زائد 32 يبقى لي، لان هاي تروح ويا هاي، جذر 24 تروح ويا جذر ناقص جي 24 تروح ويا شنو هو؟ زائد جي 24، هاي ويا هاي تروح 18 ويا 32 يساوي لي 50 على 25. ليش 25؟ لأن 3 تربيع 9 و16 هنا 4 تربيع 16 راح يصير 25. إذا 18 و32 راح يصير 50 على 25 2. شوف إذا 2 يساوي 2 نفس الشيء طلعناه. إذا حنا صحيح. إذا نجي بصورة عامة شو نقول؟ بصورة عامة نقول الهوريزونتال أكسس كولد ريال أور ريسيستنس أكسس. هذا المحوري هذا الحقيقي. شو نمثل الار؟ نمثلها بار زائد جي زيرو. ليش جي زيرو؟ لانه ما بها لا بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه، بس بهذا الاتجاه جي زيرو هنا. بينما الفرتيكال اكسس كولد ايماجينري اكسس، هذا الفرتيكال هذا، هذا الهوريزونتال الافقي الاكسس، وهذا الفرتيكال نسميه شنو هو؟ الايماجينري او الخيالي. اذا احنا هنا قلنا الاندكتانس ايه هذه نمثلها بهذا الاتجاه، بالاكس ال نمثلها زيرو لان ما بيها ريال. شوف ريال ماكو، ليش؟ لان إيه هنا صفر، هنا صفر ماكو الريال صفر، وجي اكس ال مثل ما احنا هدينا الايماجينري صفر احنا نحط الريال صفر. اذا اكس ال تساوي لنا صفر زائد جي اكس ال بهذا الاتجاه، والمتسعه الكاباسيتر رياكتر او رياكتانس. شوف هنا اندكتانس ريكتانس ريبريزنتد باي اكس ال يساوي لنا 0 زائد جي اكس ال بهذا الاتجاه، وبهذا الاتجاه ايضا راح نساوي نقول شنو هو 0 ناقص جي اكس سي بالنسبه شنو هو للمتسع. وهنا ايضا مثال بسيط فايند ذا توتال امبيدانس اند ذا شنو هو كرنت. هنا بهاي الدائره تلاحظ بدينا نحل امثله مثل ما حلينا يعني بالدوائر البسيطة، راح نحل دوائر بسيطة مو صعبة، الدوائر البسيطة هذه بس شنو هو؟ بالكومبلكس نمبر بالأرقام المعقدة. إذا هنا عندنا R تساوي 3 أوم، وهنا عندنا XL يساوي لنا 4 أوم. زين؟ هنا ساينز R in series with XL، بما أنه الـ R على التوالي ويا هاي فنجمعهم. الزد شو راح تكون الزد الكلية؟ راح يساوي لنا 3 زائد جي 0. ليش 3 زائد جي؟ لأنها مقاومة، والمقاومة نحط لها شنو الجي مالتها؟ زيرو. والإكس ال 4 أوم، إذا نحط الريال مالها زيرو بس الجي 4. انتبه عليها هذه. خوش؟ حولناها شوف منا حولناها إلى هنا، ليش؟ لأنه أنا عندي في يساوي لنا جي 2 50 ساين أوميجا 2، حولته إلى شنو؟ في يساوي لنا 50 زاوية 0 فولت، لأن أنا ما عندي ثيتا هنا، فأحط 0. زاوية فولت. وهذا الجي 52 الحقيقة أنا يعني ليش سويت الشكل؟ لأنه أنا عندي الـ VRMS هو هذا الحقيقة شو يساوي لي؟ يساوي لي IM على شنو؟ على جذر 2. الجذر 2 ويا الجذر 2 تذكرون أن الـ VRMS شو يساوي لنا؟ يساوي لنا IM على شنو هو؟ على جذر 2 تذكرون؟ حتى أعطيناكم إياها بالواجب. اذا انا اريد الاي ام، فالاي ام شو يساوي لي؟ هذا الفي ار ام اس اللي موجود هنا على جذر 2 اسويها هنا 50 على جذر 2، فالجذر 2 تروح ويا جذر 2 يبقى لي بس 50. واضح؟ اذا حولتها هنا، حولتها الى 3 زائد بالكومبلكس نمبر، هنا حولتها الى 3 زائد جي 0، وهنا شنو؟ 0 زائد جي 4،
وهاي القيمة V يساوي لنا 50 زاوية 0 فولت. أجي أحل حل اعتيادي، أقول الزد تساوي لي شنو؟ الزد هنا أنا أحكي هنا على الصورة هذه، الزد راح تساوي لي مجموع المقاومتين، إذا زد تساوي 3 زائد J0 زائد هنا المقاومة الثانية أو الإكسل تساوي لنا 0 زائد طبعا الرادة الحثية، هاي المقاومة هذا الرادة الحثية، فالريال أجمعهم والإماجينري أجمعهم، 3 زائد 0 3 وجي 0 زائد جي 4 يساوي جي، إذا هذه ايش قد تطلع لي؟ تطلع لي 3 زائد شنو هو؟ 3 زائد شنو هو؟ جي 4، هذا بالريكتانجولار، أريد أحولها بالبولار. طبعا هو قال لي القي لي امبيدانس، فايند ذا توتال امبيدانس اند كرنت، هسه حاليا أنت أشتغل أنا على شنو هو؟ على التوتال امبيدانس، خوش؟ إذا شلون أطلعني بالبولار؟ ها طلعته بالريكتانجولار، شلون أطلعها بالبولار فورم؟ أقول جذر 3 تربيع زائد 4 تربيع، إذا 3 تربيع 9 زائد 4 تربيع، إذن كلهم تحت الجذر 9 و16 25 تحت الجذر يطلع لي 5. زين، وشلون أطلع هاي الزاوية ثيتا؟ أقول شنو ثيتا تساوي لي تان انفيرس، طلعها بالحاسب عندك، ثيتا يساوي تان انفيرس شنو هو؟ 4 على 3، ويطلع لي شنو 53 بوي 13. بالمناسبة بالحاسبة تكتب تان انفيرز، يلا تكتب 4 على 3 حتى تطلع لك، مو تكتب 4 على 3 تان انفيرز، يعني بالحاسبة عندك تكتب تان انفيرز حتى تطلع قيمة الزاوية، تقول تان انفيرز 4 على 3 خوش، فتطلع لك القيمة 53.13 وش الربع عندك. إذا أنا حصلت على شنو على الناس، هسا أريد التوتال كرنت اللي دا يمر هنا، الكرنت ايش قد التوتال كرنت هنا؟ شوف أريد أشوف التوتال كرنت الآية الحقيقة يساوي لي في توتال، إيه هذا على شنو؟ على زد. في توتال طلعت أنا 50، 50 زاوية شنو هو؟ زاوية صفر، صح لو لا؟ وهنا عندي الزد 5، هاي الزاوية 53 و 13، وتذكرون من حكينا قبل شوية قلنا بتقسيم القيمتين، إذا أنا عندي بولار هنا هذا البولار وعندي هذا البولار، إذا قسم هذا البولار على هذا البولار يعني 50 بالبولار على 5، أقول 50 على 5 هي 10 طلعتها، هاي على هاي الزاوية ايش يسوي؟ نطرحها بالضرب، قلنا نجمعها فنطرح صفر ناقص 53 امبير، اذا راح تساوي لنا شنو هو الاي؟ الاي بالكومبلكس نمبر يساوي لنا 10، والزاويه مالته ايش قد؟ ناقص 53.13 امبير. اند ذا كرنت از شنو هو الكرنت؟ التيار الكرنت جذر 2 في 10 ساين شنو هو؟ اوميجا تي ناقص 53 امبير. حتى نرجع التيار قيمته الاعتيادية شو نقول؟ احنا هنا عندنا بالار ام اس، والار ام اس لازم شو نسوي؟ الفي ار ام اس يساوي لنا اي ام على جذر 2، فاني عندي هنا اي ام شو اقول؟ اضربه في جذر 2، اقول جذر 2 في 10 اللي طلعته اني، هذا الاي ام تطلع لي في 10 في 10 ساين شنو؟ ساين اوميجا تي ناقصا 53.13. ليش؟ لأن حقيقة أنا عندي هنا الأوميجا تي موجودة بس هي صفر، ليش أنا عندي هنا هذه كلها ثيتا، هذا اللي كلها بعد شنو هو؟ بعد الأوميجا تي، فأوميجا تي ناقص شنو هو؟ 53.13 أمبير. وقلنا ساين، ليش ساين؟ لأن أصلة الفولتية ساين، فهنا شو يكون؟ يكون أيضا ساين. وبهذا تنتهي محاضرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.